أسأل الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، ويسعد صباح زملائنا بالاستوديو. أهلا وسهلا بكم في فقرتنا الصباحية الأبراج. البداية من الحمل حتى الحوت كالمعتاد، اليوم راح نتحدث عن احتمالات جدا ممتازة تبدأ من الحمل حتى الحوت، طبعا بفعل الخسوف للقمر اللي استمر 6 ساعات قبل 3 أيام. اليوم الحمل راح يكون تعتمد الهدوء وطبعا الموضوعية كأساس لأي مشروع، وما تنفعل عند أول مبادرة استفزازية. طبعا راح يكون العاطفة يسامحك الحبيب على تصرفك الطائش، وما يكون يدرك تماما طيبة طبعا قلبك ونيتك الحاسنة. وإلى الصحة تعتمد الابتعاد قليلا عن محيطك المعتاد والمهني والعائلي، وتقوم بممارسات ونشاطات مدنية وبدنية جدا ممتازة على الجانب الاجتماعي وحتى الرياضي. للمولود الثور اللي اليوم راح يتحدث عن، راح يكون هنالك يخفف عنك احد الزملاء المخلصين من الصراعات السابقه، ويسهل عليك طبعا الخطى اكثر ابتداء من اليوم. وننتقل الى العاطفه، اليوم تكون مستعد لمواجهه طبعا الشريك المتنوع، وان كان بعضها يدخل في اطار الشروط الخفيفه، أو ربما يعني فرض خيارات محددة قد تكون لطيفة على القلب ولكن فيها نوع من الشروط. ننتقل إلى الصحة، حاول قدر الإمكان تناول الحبوب الطبيعية والأجبان قليلة الدسم، وأيضا تنتبه إلى نوعية الرياضة أو حتى نمط حياتك اليومي. إلى يوم الجوزاء من الجانب المهني يحمل بشرة سارة وجديدة في حياتك، وطبعا هذه البشرة قد تكون أمور جدا مريحة مالية، يطرأ طبعا ما يزيد من الموجة الإيجابية اللي راح طبعا تحتاجها في حياتك اليومية. وإلى العاطفة، متى دع الروتين يسيطر على علاقتك بالشريك على الإطلاق طبعا مزيد من المشكلات اللي هتكون بيناتكم، حاول أنه تتلافاها بقليل من الصبر واللطافة. وإلى الصحة، قد تواجه خطر احتقان دماغي أو التهاب أو لا سمح الله جانب من السحايا في معالجة أمراض الحالية اليوم. اليوم أنت أصبحت جدا مزمنة، وحذاري أنه تغفل عن هذه المواضيع. ننتقل إلى مولود السرطان، اليوم الجديد واضح ويكون بالنسبة إليك بحرا واسع، ربما تسافر لكي تضع حجر الأساس، أو ربما تستقبل زوارا للهدف نفسه. للعاطفة يجب أن تفهم تصرفات الشريك مهما بالغت حدتها، وخصوصا أنه راح تحمل الكثير بسبب بعض التصرفات اللي قد لاقت ربما ملاحظات معينة. الصحة، قد تشعر بأنك كئيب وما تقوى على القيام بواجباتك، فحاول أنه تبقى في البيت وحدك، لكن حاول أنه تلهي نفسك بهذه الفترة. ننتقل إلى مولود الأسد، اليوم من الجانب المهني وجود القمر قبل يوم اللي يكون قريب من برجك، من بعض الأشخاص راح يكون هناك نشاط وعي وأكثر فعالية، تحصد بعض الأرباح وتسهل عليك طبعا المعاملات والإجراءات الإدارية والقانونية. وأيضا ننتقل عاطفيا، اليوم راح يكون بعض الأجواء الإيجابية، تكون الحوافز كبيرة وذات معنى وهدف وبناء، وقد تتحسن لاشتراك الشريك في نعيمك، وربما على الأقل إشراكه في بعض تفاصيل حياتك المهمة. وإلى الصحة، اليوم تبقى دائما على أعصابك، أي أنك ما تعرف الراحة والاسترخاء، لذلك تبدو دائما عصبي. ننتقل إلى العذراء، أيها العذراء تتلقى طبعا من الجانب المهني دعوات خاصة لتعزيز وضعك المهني، والحذر واجب من بعض المتربصين والمتربصين جدا إليك من قريب، راح تنجو من عتهم، ولكن يجب أن تعرف كيف تتعامل مع هذه الفترة. طبعا للعاطفة، اليوم طيبة قلبك تؤدي دور في اعتماد بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن استحسن وضع الأمور من أجل غد أفضل. تقلل الصحة، خطوة ربما راح تكون تجرح كبير في، أو ربما هنالك شيء قد يؤدي إلى هنالك ربما جرح في منطقة الرأس أو الركبة، أو ممارسة رياضة جدا عنيفة راح تتركك بهذه القضية. ننتقل إلى مولود الميزان، أيها الميزان يوم انطلاقة مهم راح يكون سريع بانتظارك، وربما هنالك واقع جديد مهم ربما يحضرك لأمور جيدة، إلى حركة فعالة أو إلى ردة فعل جدا مهمة في العمل.
طبعا ننتقل إلى العاطفة، قد ما تكون قادر على تفهم الأوضاع، أي أوضاع الشريك، وربما تتهم بالغيرة أو ربما النفور أو أشياء أخرى، لكن عليك أنه التوقف طبعا فورا عن توجيه الملاحظات السلبية لهذا المولود. طبعا مو من حقك أبدا، لأنه دائما هو حاضر معك، والصحة تحيطك طاقة سلبية وربما تؤثر في طباعاتك التي تطال قسوة، أو ربما هنالك جرح مشاعر للشريك، وهذا طبعا أبدا مو من مصلحتك. إلى العقرب، أيها العقرب، اليوم تتجنب الملاحظات من الجانب المهني الجارحة والتأنيب للآخرين أو إلقاء التهم عليهم. أنت اليوم بهذا راح تورط ربما نفسك في أزمات لا حاجة إلها على الإطلاق. وننتقل إلى العاطفة، بالنسبة لك اليوم الحب ينقسم إلى جزئين، طبعا الانجذاب العاطفي وأيضا الحب اللي ربما يبقى عادة هو الإخلاص والوفاء. إلى الصحة اليوم، وسط الجهود الكبيرة من حق صحتك الاهتمام بها وعدم التقصير في العناية. ننتقل سريعا إلى مولود القوس، أيها القوس، أنت اليوم هنالك خيارات مهمة ومصيرية قد تتخذها، يجوز قد تكون هنالك تداعيات إيجابية راح تسجل في مصلحتك، فيجب أن تنتبه جيدا لهذه التداعيات. و ننتقل طبعا إلى العاطفة اليوم، طريقك المميز في الإقناع راح تحير الشريك وربما يصبح متخوف من فرض بعض الضغوط غير المعلنة طبعا عليه لحتى تحقق أهدافك المرجوة أو استحقاقك اللي تعتقد أنت هو استحقاق. إلى العاطفة، بعد ما كنا في العاطفة اليوم ننتقل للصحة، قدر المستطاع طبعا هو الابتعاد عن الأجواء السلبية والكئيبة اللي قد تطوقك هذا اليوم. وإلى الجدي، تعيش يوم ممتاز كي تتفاعل مع الآخرين، تنشط الزيارات والتفاؤلات وتهدأ حركة ربما كانت حركة متواصلة مثمرة تكثف بها لقاءاتك والانطلاقات نحو مشاريعك اللي ربما تلاقي صدى جدا مهم. طبعا العاطفة قد تضطر إلى اتخاذ قرارات حاسمة، لكن العقبة هو الشريك المعارض وبشدة لهذه القرارات. ننتقل إلى الصحة، إذا كنت اليوم تشعر بأنك في أحسن حال وما في مشكلة، فهذه راح تكون نعمة جدا نادرة من الله سبحانه وتعالى. طبعا إلى مولود الدلو، أيها الدلو، اليوم تعيش يوم جدا ضاغط، يطلب من عندك طبعا مضاعفة الانتباه وأيضا التدقيق في كل ما يتعلق بالملفات والأوراق، وطبعا ربما تكون مستندات بيع وشراء وأشياء جدا حياتية مهمة. إلى العاطفة، اليوم تكون جدا لطيف مع الحبيب وما تتصرف بعنف تجاهه وما تترك العوائق المادية تقف طبعا في طريق علاقتك به. ننتقل بسرعة إلى الصحة اليوم، أنت من الجانب الصحي أيها المولود، ربما أنت غير منتظم ومتقلب من وضع إلى آخر، وربما تستغل طاقتك إلى أقصى درجة. وإلى مولود الحوت، أخيرا مولود الحوت، اليوم راح يكون وجود القمر القريب من برجك بدرجتين يتجانس ويتفاهم معك ويساعدك على حوار وتقديم، ويعطيك نتائج جدا مهمة وأفكار جدا مثمرة حتى تكون تتعامل مع الأمور بوضوح. وأنا أنتقل إلى العاطفة، تنتابك اليوم الشكوك تجاه الحبيب وتشعر أنه غير أو تغير الجزء معك بعد أنه كان الحل الأمثل، بل عليك أنه تواجه هذه المتغيرات بشيء جدا إيجابي وتحاول أنه تعرف إيش هو مستوى التغيير. للصحة، أنت اليوم معارض لأمراض المعدة وأيضا ربما تعارض بعض الأفكار اللي قد تكون أو يفرضها عليك الطبيب، ولكن هنا تضع استفهامات، هل أنت فعلا عصبيتك الزائدة وقلة ممارسة الرياضة جعلت هذا المولود بهذه الطريقة؟ يعني كانت هي هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح مشاهدينا، وانتهت توقعاتنا الصباحية. ننتقل وإياكم إلى القسم الآخر من اتصالاتكم ومشاركاتكم الصباحية، ونستقبل أول اتصال هاتفي معي. ألو ألو، صباح الخير. ألو ألو، صباح الخير، مرحبا. ألو، مرحبا، صباح العافية. نعم، فقدنا الاتصال للأسف. لكل حبايبنا راح نقول لكم أنه تبتعدون من التلفزيون، تسمعونا من الهاتف حفاظا على الاتصال، وممكن حتى تستطيعون أنه تسمعونا بشكل واضح. نعم. ألو، صباح العافية، وأني هستوني قايلة ابتعدوا من التلفزيون واسمعونا من الهاتف. صباح العافية.
اريد تغريل لزينب بنت تيمان. اي تمام من معانا. شوفوا شلون احنا هسه قلنا حتى تقدرون انه تسمعونا بشكل واضح لازم تبتعدون عن التلفزيون تسمعونا من الهاتف. يلا لطفا من الهاتف. الو السلام عليكم. صباح العافيه. وعليكم السلام والاكرام. شلون اسمك؟ يا حبايب قلبي من معانا؟ علا. علا من وين؟ من بغداد. حي الله علا. الله يخليك. ممكن انطيك مواليد والدي؟ اي اكيد ممكن. 14/9. نعم. 1966. 14. اها. تمام. العذراء هو عطارد وترابي. اوكي. ايش قد العمر قلنا؟ يمكن 56 55. 56 نقول ولا؟ اوكي؟ ايه خليها 56. طيب 56. يلا. شنو راح تسألينا يا علا؟ عن الصحة. فقط الصحة؟ ايه فقط الصحة. طيب. ها صحة والمال دقيقة. الصحة والمال. ايه. تمام. عن الصحة والمال. اوكي. نعم. علا. نعم عيني. بس ساعة الولادة للوالد شنو؟ والله ما اعرف الساعة بس هو العاشرية. طيب هسا اعطيني اسم الوالد واسم والدته. والدته قسمه والوالد نور. نور بن قسمه. يلا. هو والدي بس تخبريني والدي لو والدي. لا البابا ايش اسمه واسم والدته شنو؟ البابا حسين. تمام. لعد نور شنو؟ نور جدي. طيب نقول حسين بن قسمه؟ اي نعم حسين بن قسمه. يلا سريعا حسين بن قسمه راح نتحدث عن الصحه. نعم. و والمال. يلا الرزق نقول. اوكي؟ نعم. يلا شوفي حبيبتي اول الاشياء من الجانب الصحه اللي نتحدث عن مواليد العذراء وحاكم برجه هو عطارد ترابي الطبع. شوفي بما انه القمر من يومين كان في احدى الافلاك او قريب من احدى الافلاك اللي احنا نسميها، هذا ما يدعم بقيه الابراج وربما تكون صحته بافضل حال على الرغم من انه هو يواجه جدا مشاكل في منطقه العظام او المفاصل او الركب او الرقبه اكثر شيء. اي صحيح. تمام. بما ان الابراج الترابيه هي الابراج اللي اكثر يبوسه، يعني تسبب حاله يبوسه بالمفاصل وتبدا هذه الامور عنده، وايضا حتى بالنشاط الذهني اصبح نشاطه الذهني شويه ما عنده تركيز مؤخرا. اي صح فعلا. تمام. صحيح. فهذه الامور يا حبيبتي من طالع او من تلقاء الابراج الترابيه اللي تؤدي الى جعل الشخص بهذه القضيه. شوفي ياخذ فيتامينات كثيره هذا المولود؟ لا مش ما ياخذ. طيب ايش وربما الفلك يخبره بانه هنالك ناقص شيء من الناقص من بعض التحاليل، اذا كنت تعملي له احدى التحاليل او الاشياء اللي ممكن تشيك حتى تعرفين ايش هذا الناقص اللي ممكن يتركه بهذه القضيه. ف على الاغلب نهايه هذا الشهر الاحوال شويه تتعدل مع هذا المولود، يعني يبدا الفلك شويه يدعمه. فيما يخص جانب الارزاق، طيب ايش هذا الشيء كانه او كانه شوفي من العشريات الثلاثه كانه على ذمته نفقات اخرى متراكمه او دين او طلب. هواي هواي صحيح. تمام. تمام. شوفي احنا من ثلاث اربع ايام، خلينا نقول ثلاث ايام صار هنالك خسوف جدا كبير للقمر، استمر اكثر من 6 ساعات وما حصل الا من 500 سنه كان هذا الخسوف هيك استمر. هذا فيما يعني انه راح تكون انقلاب كلش مهم في حياه الابراج اللي كانت معاها ديون كبيره او كانت تشكي من عوارض صعبه، فالحال راح يتبدل معاهم، وهذا ما يؤشر على انه قضاء دين وتيسير حال راح يمشي الامور معاه بهذه القضيه. طيب زعلان من احد اولاده كان يكون البكر او كان يكون الوسط، عامه ولد يظهر معاه هو عنده زعل او خصام او شيء حار معاه. اي اي فعلا اي صح. تمام.
الأمور إيجابية ولا بأس بها، الأحوال تتعدل إن شاء الله، وننصحها بالأرقام اللي تناسب هذا المولود، الاستغفار لله سبحانه وتعالى، راح تشوفين خليه يستغفر قدر ما يمكن وشوف الحال كيف راح يتحسن معه. راح تقولوا لي الاستغفار شنو علاقته بالأبراج وبالأفلاك؟ لا، هي الأرقام اللي تناسب مولود العذراء اليوم بالذات هو الاستغفار، يعني هذه الحروف أو الكلمات، تمام؟ ولح تشوفين الأوضاع كيف راح تصير مع هذا المولود بأحسن حال يا حبيبتي. تمام. أقول لك عيني. أي عيني. شهر 12 مو 31 عنده عملية مع عين. هذا يوم زين. أنا هسه جايتك بهذا الموضوع نحو عملية. لكن ما كان ظاهر نحو العملية، ليش؟ لأن استقلاب القمر أو انقلاب القمر اللي حدث مع هذه المواليد نفى هاي الأشياء كلها. يعني وكأنه الصافت كل هذه المواضيع او كانه ما في معاه عمليه، لكن اذا مصرين على اجراء العمليه يكون يوم الثلاثاء والجمعه هو الافضل. هو يوم جمعه، يوم 31، بس يقولون يعني خاف مو زين شيء. جدا ممتاز، يوم الجمعه والثلاثاء، عد هذه الايام لمواليد العذراء ما تعمل اي عمليه جراحيه او اي شيء من هذا القبيل للمراجعات. الجمعه والثلاثاء، الحمد لله والشكر، واياكم ويوم الاربعاء. تمام حبايب، يا عيوني انت، حافظك الله والسلامة والصحة ان شاء الله. طيب، يا اتصال هاتفي اخر ايضا. الو الو، صباح الخير. صباح العافية، مية هلا. يا اهلا وسهلا، حافظكم الله ومية هلا. اتصلت من كلار عدنان ابو النظارة. اخ عدنان. نعم، من السليمانية عفوا. سليمانية، حياك الله. من بس لي الصفات، يعني كان موبايلي الخربط، بس الصفات اللي ذكرتي لي اياها 100% يعني. 100% كانت؟ صحيح 100%، يعني البس نظارة ومصابان بعيني وهذا صحيح يعني. طيب اخ عدنان، قابل نغشك صح لو لا؟ نعم. اقول قابل نغشك احنا. يعني طيب. فعاد من قلت لي شلون تذكرين صفاتك وهذا، فانا ما قلت لانه الموبايل كان بوصفه التليفون مالي خربط والله. ولا يهمك، لعيوننا صار تدلل. نعم. الاخ عدنان بس لحد الان متوفى يعني على السفر مالي ومشكله مال عيني وهذا، عندي اطفال اثنين والله. طيب الان عن ايش تحديدا اخ عدنان؟ هو بدايه ايش هو برجك؟ برجي الجدي. باكر الجدي كان؟ نعم. اسمعني، مولود الجدي بعد الانقلاب للقمر او استقلاب للابراج، راح يقول شنو استقلاب، ما سامعين، انقلاب حاله هذه الابراج اللي كانت ناطره وايد تفاصيل وكانت متوقفه، من ضمنهم انت السفر، تتحدث عن السفر لمولود الجدي، اقسم بالله لمواليد الجدي معها طريق سفر جدا مهم، طريقك كلش هذه المره على عكس الابراج اللي كانت سابقا او كانت ما تاشر معك حالات ربما لإكمال طريقك أو المعاملة أو شيء من هذا الموضوع، اللي واضح معايا شيء لمعاملة عندك يخص السفر أو يخص الصحة؟ نعم، هو بس يخص الصحة والله. إيه ما هو يخص الصحة، أنا أسألك صحيح؟ نعم. تمام؟ نعم، بس كل عمود الصحة، يعني حتى الصحيح كل عمود الصحة. أوكي، أنا قاعد أقول لك طريق يخص السفر، سفرك هو عن الصحة صح؟ نعم صحيح، عن الصحة صحيح. يعني للأمانة وأنا أول مرة يعني أتحدث بهذا التأكيد، لأن العشريات نعم. اللي نتحدث عنها مواليد الجدي معها طريق سفر نعم. كلش ناجح، جدا ناجح طريق السفر معك، حاول أنه تعاود مرة ثانية للمعاملات أو على الأقل أنه تباشر من جديد أو تراجع من جديد حتى تحاول أنه تحقق هذه الفترة، لأنها فترة جدا ممتازة وإيجابية لمواليد الجدي، يعني في تحريك لهذه القضايا. إذا كنت تبعد عن هذه الفرصة أو عن النجاح الآن تباشر بها. نعم، كنت أنت أعطيني تفاصيل العملية وعن النجاح هذا، كانوا الدكاترة ما ينطوني نجاح وهذا. بس وين ما أروح سبحان الله مسدودة، يعني ما متعرقة لقد مرة يعني. طيب متعرقة. ما أعرف شنو السبب. طيب، أخذنا صفحتنا، صفحة برامج زاغروس العربية، تروح هناك تكتب لي تعليقك وتكتب اسمك وتذكر بالضبط هذه الحالة حتى نراجع لك ونشوف ايش هو التثليث او شنو ممكن يخدمك ويرقى يخدم بعض الحالات اللي ممكن تناقشنا ونتناقش
معك ونجاوبك اكثر عن هذه التفاصيل، لان تعرف احنا الجو الصباحي هو فقط لخدمه واتصال وكل تفاصيل الصباحيه لابراجنا وكل اللي يحاول ان يتصل بنا. سؤال واحد، يعني اتحرك على المعاملات مالتي وهذا؟ والله تحرك والهواء بظهرك، لان فتره جدا ممتازه، فتره جدا ممتازه معك، ولو صار معك شيء من هذا القبيل يا ريت واتمنى تعاود الاتصال تبلغني عن هذا الموضوع حتى اقول لك ايش هي الخطوه القادمه حتى تكون الامور جدا ممتازه معك. انا اتصل بكم دائما بس ما يعني احصلكم، لانه يعني اتصالات عليكم مستمره والله. ربي يخليك ويحفظك ان شاء الله، واحنا شاكرين ذوقك وتواصلك يا طيب. شكرا جزيلا. عزيزي عزيزي استاذ عدنان الغالي. شكرا جزيلا. موفق ان شاء الله. موفق. موفق يا ربي. كل التوفيق لك. ميرسي لك، مرحبا. طيب يلا روح لاتصال هاتفي اخر. الو 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 مرحبا. صباح الخير. صباح العافيه. بنت ليس شلونك؟ في دول قلبك. رحم الله والديك. منو معانا؟ ام حسين من البصره. ام حسوني صباحو. صباح الخيرات. رحم الله والديك. ام حسوني خي انت وين صار لك ايش قد ماكو؟ شفتي وما حصلت بنيس. وحسوني ترى مسجلت. ما حصل. تراني وحسوني مسجلتش غياب. شلون؟ قول لا، نقول اكو ناس محتاجه اكثر من عندنا، خلينا نعطيها مجال. والله فديتك، والله فديتك ام حسوني. هسه اقتنعت اني، هسه اقتنعت. حبيبتي حبيبتي ام حسوني الذهب انت. اي قلبي شلون اساعدك؟ على مود عبرتي قبل فتره خابرتش. طيب. وقلت لي نجح والحمد لله نجح حتى. اه حلو. اي الحمد لله. تمام. دائما تبشرينا بالخير. انا المسؤولين حبيبتي يا عيوني. دائما تبشرينا بالخير. يا عيوني معبوسي، بس هذول معبوسي ناجح ترى بالدفرات لزعلين مني. ها؟ ناجح بالقوه ترى عبوسي. رحم الله والديك. بعدين قلت لها فكت هم قلتيها اي، بس المهم يعني عبر المال حلو الحمد لله. تمام. ترى عول عبداك ولا بهذا على قولتي. يلا 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 خير. نعم الله نعم الله يلا. ايه رحم الله والديك. بس تدري شنو؟ اريد اودي يعني شو يسمونه ورا اخلص هاي المرحله. فماكو لا معهد لا شيء هسه مفتوح يعني الا اعداديه. شو تشوفين يعني توفق بالاعداديه لو ما يتوفق؟ فدوى اروح الخشبه. ام والده بروفيسور. ام حسوني الغاليه تاخذين مني نصيحه كلام؟ اي رحم الله والديك. وريتها مني. خش تديها مني. اعداديه غير؟ اي والله اي بعد يعني ماكو ما انفتح له مجال، بس هذا المجال يلا انفتح. باي باي. الاعداديه هسه ويا مواليد؟ هو 2002. هو 2002. الاعداديه 2030 يلا يتخرج. حس عبوسي اذا يروح. مدحكيش العدله. نقول بالله انا ذاك اليوم. يا طولتي العمر الك عيوني انت ام العرايس انت ام الشباب. مو اقول لك اقول لك هنا هي السالفه يعني عبوسي يحط مخده تطي يطق مال الفراش ويروح بالثالث. يعني الثالث هسه طلع بالدفرات نشوف السادس. مو تمام؟ بس اذا تاخذين عندي نصيحه الاكاديميه الى جدا ممتازه، قولي لي ليش مواليد الثور من الاشخاص المبدعين الخلاقين. يعني هذا عبوسي يطلع من عنده شغل مو طبيعي. على فكره يصلح يكون فنان، يصلح يكون تشكيلي، يصلح يكون يعني يمثل اشياء. هو اكاديمي وليس يعني ما يحب يكون في شوفي شوفي يخلق فرص. هذا الشخص يعني يصلح يكون في مجال العمل اكثر من مجال الدراسه. فاذا كنتي اذا كان في مجال اكاديمي جدا ممتاز، يعني مثلا كان يكون معهد جدا يخدمه هذا الموضوع ومعه خطوه جدا ممتازه. كلها مسدوده هسه يعني الشغله يعني احنا قدمنا كلها لقيناها ماكو يعني كلها مسدوده ماكو. صحيح. اي لان كانت القبولات شويه متقدمه او شيء من هذا القبيل. عموما على الاساس وديناه يعني بعد هو القرار الك يا ام حسوني. يا سيدي روح والله يدعي له ان شاء الله يا ربي. ايش لعبار قلبك هذا ما ادري بعد الاعداديه. بس اذا حصلتي شيء او صارت عنده فرصه لمعهد يعني يا ريت يا ريت يعني اغير لقصدك ما بقي يعني يا ريت لانه لان ذاك المجال جدا يخدمه جدا يخدم هذا المولود. هو هم راغب هاي الشغله ما ادري شو. ويخرج من شيء يعني يستفاد منه. هو يحب التمثيل هذا؟ اي والله اي كلش يحبه. ابداعته محسوني قلت كلام انا والله صح؟ صح؟ اي والله تشوفين؟ اذا هو ده يبحث عن هذه الفرصه يا ام حسوني. ما اعرف لحتى السنه ما تفوت خليه يكمل هذه السنه الرابع.
تمام؟ اي رحم الله والديك. ومن بعدها اذا حصل فرصه لهذه الانطلاقه، حتى لو كان كم، ما اعتقد هسه انا السادس يعني راح يطلع من السادس، اي دوت نو، جربوا ونقيس على افلاك ثانيه ونشوف ايش هي الامور اللي ممكن تخدمه. الله كريم، تمام الله. وان شاء الله يا ربي السعاده والحمد لله والشكر، وشايف خير ومستاهل عبوسي. والله عمي فرحنا عبوسي، تدري صدق انا كنت شاكه بالموضوع، كنت شو عبوسي شو طلع من الثاني ما ادري. بس عندي ابني ثاني كبير، انا هم قبل فتره مقابلتش عليه، طيب. وهم الحمد لله هو نجح ومشى دخل كليه، بس الولد شويه ما يختلط بالسيف، ما ادري ما يحب يختلط. ايش تاريخ ميلاده؟ ذاك مواليده برج القوس 19/12. مولود القوس. متأكدة من القوس؟ اي بعد من عندك المعلومة خذيتها. يعني من يمي. تمام. شوفي مواليد القوس طبعا حكم برجه هو المشتري، ما شاء الله تبارك الرحمن، من أحسن الطوالع. هذا المولود تشوفين عليه خير. تدرين ليش؟ لأن حسب هسه الاستقلابات أو الانقلابات أو الفلك أو القمر اللي كان معاه من فترة قبل 3-4 ايام، كان هنالك خسوف استمر لست ساعات، يعني راح ياثر بحياه الافلاك والابراج. ومولود القوس بصوره عامه مو انطوائي، ولكن هو من الاشخاص اللي يحب انه في حاله ذهن صفاء، كانه يطالع شيء، كانه يبحث عن فكره، كانه خي ناجح المولود هذا. روحي والهوى بظهرك ما تقلقين. التركي والله الكتاب وصفنا ويا روحه احسن ويا اولاد ادم، خلي عيفي من اولاد ادم ما من وراهم ترى، بس زين الاختلاطات، وخصوصا هم شباب في هيك مراحل راح يتعرضون لكثير من التجارب. وتعين محسن حليها انت، تمام؟ كنتي بوحده صرتي باثنين، فخليك ام حسين على صفحه، عيفي الولد بحاله، ما يريده يختلط، عيني خليه يقرا ويتعلم. تمام حبيبتي مشكوره، حبيبتي محسنين الغاليه في الدول، عيني السلام لله البصره، ميت هلا، حافظك الله، مرحبا يا مرحبا، حافظك الله. طيب ما ادري في اتصال هاتفي اخر الروح. الو مرحبا، صباح الخير. الو صباح الخير، قدنا الاتصال. طيب يلا اتصال هاتفي اخر. الو الو السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. شلون اسمك؟ يا مرحبا. معك آلاء من أربيل. يا اهلا وسهلا بآلاء ام نور، شلون الصحة؟ الله يسلمك، والله الحمد لله. حافظك الله، آلاء مبينة الانفلونزا والنشلة مال الشتاء عليك. حساس كورونا هاني والبنات. يا ستار. والله صار 10 ايام يعني احنا بالبيت، انا حلوه بتدهور مو شويه، بس الحمد لله اليوم شويه احسن. انت الحوت؟ يا مولود الحوت؟ زين شو الحوت؟ 13/3 الحوت. زين ما يقول الحوت انت هاي كورونا او فيروس؟ لا هذا مو فيروس كورونا اللي عندك. لا ما اعرف والله، طلعت المسحه مالتنا كلها كورونا انا والبنات. طيب شو هذا دور ثاني؟ يعني 13/3 برج الحوت 8. لا انت ما اخذ دور ثاني من فيروس كورونا؟ اي انا اخذت يعني صارت بي قبل تقريبا شهرين، شهر الثامن، وهسه رجعت النوب كورونا. زين انتبهي، بس هالمره تأزمت حلو هواي. عندك طفله صغيره؟ دير بالك عليها. اي نعم. انتبهي على هاي الطفله. البارحه صارت عندها حراره، اي عمرها سنتين. كلش تنتبهي، بس حراره ظلت منطوخه. كلش تنتبهي لمنطقه الرئه عند هاي الطفله يا آلاء. نعم. واضح عندي، بده يطلع عندك هذا الموضوع. عموما يا ربي صحه وسلامه وما تشوفين شار، يا ربي تكوني هاي اخر يعني اخر المتاعب اللي تكون معاك، يا ربي خير. ونور صارت معها حيل تأزمت عندها. حبيبتي الف لا باس عليك، عيني ست آلاء الصحه والسلامه، يا ربي الك ولعائلتك الكريمه، وشكرا جزيلا لما يعني مشاعرك الطيبه النبيله، رغم انه انت جدا تعبانه ولكن حريصه جدا على انه تتصلين الصبح ونسمع اخبارك يا آلاء. الله يسلمك، الله يحفظك حبيبة قلبي، مشاركاتكم الكبيرة والله أنا أعتقد أو أتصور ومتأكدة، يعني ما في إنسان مريض لهالحد وملتزم جدا أنه يسمع أخبارنا الصبح. صحة وسلامة، صحة وسلامة آلاء. الله يسلمك، ست ميسي إذا وزحنا أكو تغيير، يعني رزق صحة علي
على بيتي. اها الحوت لك بشكل خاص؟ اي يعني انا الحوت ورجل الميزان. تمام. احنا ما نروح باتجاه الميزان، تحبين تكون قراءة لك فقط عند نعم. الحوت؟ تمام؟ نعم. تمام، يعني عند الحوت بصراحة يا آلاء، وبما أنه زحل حاكم برجك وطبعك مائي، التأثير عند مولودة الحوت جدا واضح من العشريات اللي أنت شقد بالحوت؟ 13/3. 13 من الوجه الأول، نعم، 13/3 المولود الوجه الأول والوجه الثاني لمولودة الحوت جدا بصراحة. هذه الوعكة يعني أنت درين بينك وبين هاي الوعكة كان درجة واحدة، لو ما كان القمر خطوتين عن بقية الأبراج يعني وصلت لو للموت والله تكفي. سبحانك يا ربي، أنا حكيت لك هذا الموضوع دا ذكره الآن، لكان أيوة أنه الله سبحانه وتعالى لطف بحالك وكنتي من المحمودين من الحال، الحمد لله والشكر على كل الأمور والشكر. يا ربي إن شاء الله ما تشوفين شر. عموما درجة جدا إيجابية. طبعا القمر واحنا تحدثنا قبل قليل، وعيدها لكل الابراج اللي يتصلون بينا، راح تستمر هذه القرانات وتستمر هذه التغييرات اللي حصلت الخسوفات والكسوفات. عاده كل خسوف وكسوف للقمر او الشمس تكون بعدها حاله جدا كبيره، حدث جدا مهم، الحدث الكبير نعم. والمهم لهذه الابراج. طبعا انا تنبؤات 22 راح نخلي بها كل الاحداث للخسوف مال القمر اللي حصل على مستوى الوطن العربي او على المستوى العراقي ايضا بشكل خاص، لكن نرجع للابراج اللي نتحدث عنها، نقول انه في تغيير، يعني في تغيير ربما يكون تغيير كان يوصل لمراحل انه خلص راح تبلش الحاله تكون صحيحه وبعدين تنقطع، لكن هذا الكسوف اللي حصل للقمر واللي غير مجرى حياه كثير من الابراج من عندهم الحوت اللي معها فرصه جدا ممتازه. من امس انا اتحدث عن المساحه الكبيره او الفرصه الكبيره لمولود الحوت خصوصا من الثلاث عشريات، يعني اقسم بالله الحاله اللي معاهم مو طبيعيه، يعني ايش معاملات معاكم، ايش اشياء ممكن انه تسووها مواليد الحوت خلي يصحون بيها، لان الامور جدا ممتازه عندهم. فعلى صعيد ان شاء الله الصحه راح تتحسن، واذا كانت لا سمح الله لا سمح الله هنالك مصائب، هنالك تعب، هنالك هم، هنالك حالات متوقفه، ان شاء الله للفتره القادمه تنزال هذه الامور، فسحه جدا ايجابيه، تغيير، نقله، طريق سفر، كل هذه الامور متوفره وموجوده امام مولود الحوت لهذه الشهر القادم واللي بعده، يستمر الى 22، اتصال جدا ممتاز لمواليد الحوت من ثلاث عشريات اللي معه اي حال خلي الان يحاول انه يبدي بها او يتممها الى نهايه السنه ان شاء الله. ليست ميس انا عندي معامله اريد امشي بيها على مود راتب معين، يعني ان شاء الله مسهله. نعم يصير معايا. نعم نعم. عن ايش قلتي لي بالضبط؟ مع المعيد انه زوجي مصاب مع الارهاب والاصابه مالته 85% مقدره. تمام اسمعيني، أنا هسه قبل قليل شنو قلت لك؟ مو قلت لك مولودة الحوت أي أشياء معاك، أي أشياء معاك الآن منا لنهاية يعني للشهرين القادمة اللي احنا تحدثنا، بدينا احنا بالشهر الآن الـ 12 والشهر الواحد راح تبقى نوازل جدا ممتازة مع هذه المولودة، أي معاملة معاك متوقفة أو أي شيء كان متأخر الآن ابدي به يا آلاء، الأمور جدا ممتازة معاك وتحصيل هذه المعاملة يوصل عندك 95 إلى 90%، يعني روحي والهواء بظهرك. لان دائما يعني امشي بها سبحان الله وتلتف على بالك بها حيه وتتلطف. جدا يعني ممتازه، جدا ممتازه آلاء، واذا تحبين شوفي شخص اختصاص لهذا الموضوع حتى يكملك هذه الاجراءات، خلي يكون هناك محامي يترافع عنك افضل يعني. ان شاء الله. زين كتميت اذا مو زحمه بس نور لان شويه وضعيتها تعبانه. طيب يعني اثرت بها نور 4/11 برج العقرب. العقرب يساوي اي شوفي العقرب من ثلاث عشريات ايضا نعم. طبعا من بدايه الشهر اللي مضى كان مولود العقرب معاه نوازل او كانت صحته بالنازل، ما يؤشر على شيء ناقص من مولود قد يكون الحديد او الديثري او ماده الصداع او الدوار، او كانه يسقط من مكان عالي، او كان يسقط من طوله، او كانه صيبه لا سمح الله امراض شديده ينجي منها ب مقدرة الله سبحانه وتعالى، والله إن شاء الله اللطيف. هسه يعني جبنا ليال البريطاني يعني قامت تستخدمه. كلامي تمام؟
اي تمام صح. شوفي هذه الامور بلشت معاها، وخلينا نسميها الانتكاسه الاكبر اللي كانت لفيروس كورونا معاها، ايضا هو من المصائب اللي كانت لمولود العقرب لهذه الشهر اللي مضى. تعاود الصحه ان شاء الله لهذه المواليد، الحمد لله. هو يعني شنو نسميها، هو التسبيح او الذكر او الارقام والاسماء اللي تناسب هذه الحروف، كلمه الحمد لله خلي يعني تباشر بها الى نهايه الشهر، وباعي الحال شلون راح يكون باحسن ما يكون لهذه المواليد. جدا ممتازه ان شاء الله. دراستها ان شاء الله يعني دراستها الف 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 مبروك، وما شاء الله لهذه المولوده. العلامات والدرجات والاشياء اللي تظهر معايا جدا ممتازه، فوق الممتازه، ما تحكين قدام احد لانه الحسد جدا واضح معاك. هي ست بيت الله سبحان الله، يعني العين هي جتنا انه بالمدرسه، وشلون سبحان الله والعدوى جتنا من المدرسه وقعدهم كلهم يعني اربع اشهر قعدهم بالبيت. ان شاء الله والحمد لله على كل حال. ان شاء الله الف لا باس عليك يا حبيبتي. اتمنى انه كلامي كله يكون يا ربي خير وبركة عليكم وسلامنا للعائلة، وحاولي تعتنين بصحتك على أهم شيء الفيتامينات اللي تاخذيها والعلاج اللي راح يكتب لك اياه الطبيب. يعني راح أبقى كل هذا الشتاء على العلاج مال كورونا، لأن يقول أي مناعة ما عنديش لا سمح الله أخاف من الضربة يعني الثالثة. أنا أخاف عليك كلش آلاء، ألف لا بأس عليك، يا رب يحاولي تكونين أكثر حرص، ويعني لانه انت ام وعندك اطفال وانت جدا وحيده، اللي يظهر معك يعني دائما وحيده، وانا اشوفك في مكان وحيد. اي والله يعني الحمد لله شكرا، يعني ما عندي يعني امي وابوي متوفين وما عندي لا اخت ولا يعني بس بيتي وبناتي وزوجي الحمد لله وشكرا على كل حال. كلامي تمام اذا؟ اي صح والله مليون بالمية حبيبتي، حافظك الله وان شاء الله الصحة والسلامة، والف الف الف لا بأس عليك ولا عائلة على عائلة آلاء أم نور من أربيل اللي دائما حريصة على الاتصال معانا حتى وهي في عز المرض، يعني والله العظيم جدا ممتنين منك يا اخت آلاء. الله يسلمك، واحنا والله اعز يعني انتم اعز وافزع علينا. حبيبة قلب الغالية الف لا بأس عليكم، الصحة والسلامة، شدة وتروح يا ربي. صحة صحة، شكرا جزيلا لاتصالك عزيزتي، حافظك الله، شكرا جزيلا. يعني مشاهدينا الكرام، وكل اللي يقال بحقكم وبحق مشاعركم الطيبة النبيلة، انه انتم في عز ما يكون عندكم يعني او تكون عندكم نكسات، يكون هنالك شيء متعب، شيء خطير، مو اكثر من فيروس كورونا، لانه يعني الاخت آلاء أم نور يعني مصابه به، ورغم هذا التعب الشديد هي وعائلتها، لكنه ما منعها انه ترفع سماعه الهاتف وتكون من المشاركين معنا، وصراحه انا اعتقد هذا هو النجاح والمحبه الحقيقيه اللي الله سبحانه وتعالى جعلنا في قلوبكم. شكرا جزيلا، وشكرا لحضوركم الطيب، لمشاعركم النبيله ومحبتكم الكبيره. طيب يلا نتواصل في اتصال هاتفي اخر معنا. اي الو 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 مرحبا. الو السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. شلونك عيني تسمعي؟ يا الغاليه مية هلا. الله يسلم الجنان وياك من النجف. يا مرحبا يا اهلا حبيبتي وسهلا. شو اخبارك؟ بالاخت جنان ان شاء الله بخير. شلونك حبيبه؟ مشتاقين. عساك بعافيه، ربي يحفظك حبيبتي يعطيك العافيه، عاشت ايدك على هذا البرنامج الحلو. فدوى لقلبك والله، ماكو حلو بالدنيا غيركم انتم حبايبي، فدوى لعينكم. حبيبتي عيوني انت. ممنونه لكم عيوني. كرسة هيفاء الحسيني على هيك برنامج حلو على قناة زاجروس. ربي يطول عمرك ويحفظك ان شاء الله، ومشاعرنا الطيبة اكيد هي منبعها هو انتم. الله يسلمك عيونك. اي خليك عيوني اخت جنان. طيب لا بأس اخت جنان، المهم انه احنا سمعنا اخبارك وسمعنا صوتك ومشاركتك الصباحية معنا، و ما يخالف، اكو عواصف كهرومغناطيسيه شمسيه تتعرض لها الكره الارضيه بصراحه من يومين، وتاثيرها اكثر شيء راح يكون على الوطن العربي، ولكن خلينا نقول دوله مصر الشقيقه اللي هي راح تكون اكثر المتضررين من هذه العاصفه الشمسيه الكهرومغناطيسيه اللي راح تبين يعني ما هذا الموضوع. وانا دائما اتحدث على انه هذه الترددات او هذه الانقطاعات سببها او مشكلتها
او اللي تاثر من عندها السلكي واللاسلكي والاقمار الصناعيه ايضا او المحمول والكهرباء وكثير من الاشياء اللي قد نشهد لا سمح الله. يا رب فالنا خير، ما نريد نقول هذه الامور، ولكن على الاغلب هنالك اسلاك ربما يعني تضرب او ربما تتاثر الشبكه الكهربائيه، تاخر بالشبكه العنكبوتيه ايضا اي الانترنت راح يتاثر بطريقه جدا كبيره نسبه 50 الى 60%، ربما يتقطع في مكانات وربما يغيب 3 ايام، وربما تستمر هذه الانقطاعات بسبب طبعا هذه العواصف الشمسية. اللي أكثر شيء يأثر هو على نوعية الكهرباء أي الأسلاك، ربما تحدث تعقيبات في مكانات أو ربما تحترق مساحات، يعني اسم الله الرحمن يا ربي مو نقول مساحات يعني تضرب يعني مع الأسلاك. التأثير أكثر شيء اللي راح يوضح أو راح يكون تأثيره أكثر على الأسلاك الممتدة في نقل الطاقة الكهربائية، ربما تتأثر أكثر، يعني يجوز نشوف تقطعات كثيرة، يجوز نسمع انفجارات أكثر، وهذا كله تأثيره طبعا من نوعية الفلك وهذه الأمور اللي أثرت. ومن يومين هي صايرة بصراحة دولة مصر عين مرة ثانية هي المتأثر الأول من هذه العواصف الشمسية. طيب شو في اتصال هاتفي آخر؟ ألو، السلام عليكم. صباح العافية، مرحبا. عماد وياكم من بغداد. عماد؟ أخ عماد شلون الصحة؟ الحمد لله والشكر. يا رب يدوم إن شاء الله بخير وعافية. إي أخ عماد شلون نساعدك؟ والله أنا قبل سنة اتصلت فيكم على مود بعد ما قدرت أتصل فيك، يعني صار هاي تقريبا سنة أقل من سنة شوية. أخ عماد صار لك سنة؟ صار سنة متصل علينا وما تحصلنا؟ إي والله. هاي شنو أخ عماد؟ يلا اليوم احنا جدا سعيدين بسماع صوتك. يا مرحبا. طيب حياك الله واهلا وسهلا. على مود بس التسيير على مود الذريه. الانجاب؟ اي. طيب. ايش قد العمر اخي؟ 37. 37. ايش اسم والدتك اخ عماد؟ كاملة. كاملة؟ عماد بن كاملة. طيب اخ عماد ساعة الولادة تعرفها ولا شو؟ ها؟ ساعة الولادة تعرفها؟ والله ساعة الولادة ما اعرفها. طيب ساعة الولادة ما يعرفها الاخ عماد، خلص راح نحسب لك على هذه المواضيع. طبعا العذراء راح يكون حاكم برجك هو، عطارد طبعا هو، اما طبعك فهو ترابي. اوكي أخ عماد، أول الأشياء اللي أثر يأشر معاك بها الفلك وبصراحة شديدة تحكي لنا حتى يعني حتى أفيدك. شلون؟ حالة فلك يعني حد يعني يحكي بها الفلك وياك أو يحدثك الفلك، أنا أتمنى منك الصراحة حتى أقدر أساعدك، تمام؟ وياك. تمام؟ وياك تمام تمام. تمام، معاك زوجات اثنين أو متزوج المرة الثانية؟ لا مرة واحدة. مرة واحدة؟ ولا كان معاك انفصاخ او خطوبه وما تمت او شيء؟ لا لا تمام، يجوز هاي العشريات لانه ساعه الولاده مو معاك، لذلك تاشر على الوجه الاول والثاني عموما. زين تمام. اخ عماد يعني ياسفني انت ايش قصر لك متزوج؟ تقريبا 12 سنه. مع السنه. يعني انا تريد انت تريد تعرف شنو السبب؟ لو تريد تعرف هل هنالك انجاب؟ شنو تريد تعرف تحديدا؟ اكو لا اكو لو لا؟ تريد بس هيجي؟ ايه بس هيجي؟ ايه وعند مرتي زوجتي دائما تتخربط وتطيح، انا قلت بلكي تاخذ رقمك الخاص لان اخذها للدكاتره وقبل فتره هم قلت لي رقمك الخاص وما قدرت يعني اخابر عليك متى احصل، زين هي بين فتره وفتره. طيب معنا اخ عماد؟ اخ عماد؟ اخ عماد بعدك ويانا؟ اخ عماد اذا انت اذا انقطع الاتصال وياك وما قدرت تسمعنا فعلى الجو مباشره راح تسمعنا. فيما يخص طوالع الزوجه طبعا للاسف العارض جدا واضح مع هذه الزوجه، جدا واضح. وباختصار شديد ممكن انه تكون هناك ربط ارقام او ربط نجمي يكون معها حتى تخلص من هذه الحاله السيئه اللي هي
يعني ده تسبب مع هذه المولودة. وعلى العموم هذا المولود كان معاك اثنين حالات، شو نسميها، اثنين مواليد، ولكن دون أنه تشعر أو ربما كان معاك وتعرفون بهذا الموضوع، يعني فقدتهم أو انتهوا، كان السبب هو العارض مع هذه الزوجة اللي يقتل الأطفال أو يخلطهم أحيانا في بطن أمهاتهم. لكن هذا مو حديثنا، ونحن ما نريد نبتعد عن حالة الفلك أو كذا، لكن هي حالات مرتبطة عن أرقام أسماء وبهذه الأمور اللي تحدث معنا. يعني للأسف أخ عماد خليني أقول لك استغفر الله رب العالمين، يعني والله ما أعرف شو أقول لك. للأسف يعني الرقم اللي يظهر معك هو زيرو، أي ما في، I'm sorry، يعني ما في معك أولاد، كل شيء أعتذر من عندك أخ عماد. يعني نتمنى الله سبحانه وتعالى أن يكذب كلامنا ويرزقك على قد نيتك، اللهم آمين. طيب إذن فقرتنا الصباحية معكم انتهت مشاهدينا، لكن لقائي يجدد بكم كل يوم صباح بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو حتى يكون باقي فقراتنا الصباحية، ونقول لكم باي باي.